السلام عليكم الناس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. والفيديو ديال اليوم يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. انا الحمد لله لاباس. فاليوم رجعت لكم بفيديو جديد. كما كتشوفوا انا راني باديه من الحمام. فكما وعدتكم المره الفايته فشاركت معكم المشتريات الخاصه بالحمام، فقلت لكم انني فاش غادي نبغي نغير الشكل فاكيد غادي نشارك معكم فيديو هكا. بالنسبه للناس كما كنقول ديما، البنات اللي باغيين ياخذوها كأفكار فأنا كنشارك معهم يعني أي حاجة أنا كتعجبني وكنديرها في داري. فكنتمنى من الناس اللي أول مرة يزوروا القناة إلى عجبكم محتوى القناة فما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب أو صابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد كل الفيديوهات ديالي. ودابا ان شاء الله غادي نبدا معكم باول حاجه، غادي نوري لكم الشكل يعني ديال الحمام العادي. فانا اليوم يعني ضربت له واحد يعني ضربت له حكيكه زوينه هكا، درت به كامل. فغادي نوريكم اول حاجه الشكل ديالو يعني العادي كيفاش داير، عاد باش انني ننتقل معكم للمرحله تاقل الاكسسوارات اللي غادي نحط فيه ولي ديكوراسيون باش يعني يبان لكم الفرق قبل وبعد. فخليكم معايا. وكما كتشوفوا معايا البنات فالحمام عندي يعني المساحه ديالو صغيره كما غادي تشوفوا من بعد، ويعني حمام اللي هو عادي جدا بسيط. يعني كما كتشوفوا الزليج ديالو لا صباغه ديالو لا الارضيه غادي نوريكم من بعد، فهما يعني باشياء اللي هي يعني العاديه. فانا فاش يلاه سكنت في هذا الدار يعني هكا كلقيتو خاوي ما فيه حتى شي حاجه، اي حاجه يعني زدتها فيه جديده فانا اللي زدتها. فكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال البنوار او حوض الغسيل يعني العادي كما كتشوفوا. بالنسبه للهربال السيراميكا والزليج فهما دايرينو عادي بالبيض والكري هكا. من هنا عندي الشرجم شريجيم صغير، وهنايا كي كتشوفوا فالارضيه كما قلت لكم ارضيه اللي هي عاديه جدا. وهنايا في هذا الكوان دايرين الحوض ديال غسل اليدين ولا المهم لافابو كي كنقولوا، فهو عادي. ديك المرايه هكا كانت، هذيك الاضاءه انا اللي زدتها هنايا في القنت. فهنايا هادي ديال الهواء اللي كتدور يعني الهواء في الحمام لايغاسيون. هاد لي زيتاجير الكحلين فانا اللي دايراهم. هنايا وكذلك هاد ليطاجير هذا خديته من ايكيا، صراحه زوين بزاف، لا كاليتي ديالتو زوينه. دابا تقريبا 4 سنين ونص هو عندي، يعني كتعرفوا الحمام كتكون كيكون ليميديتي وكلشي فما كيصدي ما والو لا هو ولا البورت سيرفييت، حتى هو خديته من ايكيا. هنايا كتشوفوا كاين السخان ولا الشوفاج، فيعني كي قلت لكم حمام اللي هو جدا عادي. وهنايا والحاجه اللي خايبه هو هاد السخان ديال الماء، صراحه يعني كبير الحجم ديالو بزاف كما كتشوفوا. هنايا دايرين له هاد الدخيله هذه هنايا فاش حاطينه كبير بزاف ديال 200 لترو. تما انا استغليت هذاك الفوق درت فيه هكا دي رونجمون كندير فيهم لي تابي ديال هكا الزربيات ديال الحمام ولا الفوطات كبار. صراحه انا راه ما خليتوش هكا، انا غادي نوريكم من بعد كي در جنون الفكره اللي طاحت عليا باش هاد يعني ما يبقاش هاد المنظر هكا ديال هاد البالون ديال الماء كبير. صراحه المنظر كيجي خايب، فغادي نوريكم من بعد اشنو غادي ندير ليه. ف فوالا كي كتشوفوا يعني هذه كانت جوله خفيفه ظريفه في الحمام باش تشوفوه في شكله العادي كي غادي يكون. ودابا خليكم معايا غادي نبداو التغييرات بشويه بشويه. واول حاجه غادي نديرها وهي غادي نلصق الريدويات. ف
فهنا انا كتشوفوا عندي جوج. هذا اللي فيه هاد لي موتيف هكا ولا هاد الزويوقات، هذا غادي نديرو هنايا في لابينوار. وهذا اللي كتشوفوا سامبل، فكي قلت لكم هذيك البلاصه فاش دايرين الشوفو ديال الماء اولا البالون ديال الماء اللي كبير، فانا كنضربو بهذا بريدو، حتى هو خديت لي هذا الريدو سامبل بالبيض، فدايره له واحد واحد لاباغ ولا العصا ديال الريدو صغيره على داك القد، وديما كنستعمل ريدو هكا ديال الحمام وكنلصقو له باش هكا كيجي المنظر زوين وكيتضرق يعني هذاك السخان الكبير هكا اللي صراحه كيعطي منظر خايب. فخليكم معايا غادي نلصق الريدويات ونرجع معكم. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو من بعد ما لصقته، فانا صراحه ما كيعجبنيش نخليه هكا مطلق، فديما كنجمعوا الجن هكا باش يعني يبان هكا الحمام، كنخليه هكا ديما في الجن، كنقبطو بشي حاجه باش ما يبقاش محلول وصافي. وبالنسبه للجهه الاخرى ف هانتوما كي كتشوفوا حتى هي كي قلت لكم درت لها الريدو، فكيتضرق هذا كيعطي يعني منظر احسن. دابا غادي ندوزو للبقيه التغييرات. وبالنسبه ل يعني المواد الاستحمام او لي برودوي اللي كنستعملو يوميا، فانا كنستعمل لهم هاد المنظمه هذه كي كتشوفوا، كتعلق من هنا، كتعلق في هذيك لاباغ ديال الرشاشه، وكنحط فيها كاع لي برودوي اللي كنحتاجو باش هكا ما نبقاش حاطاهم غير فوق البنوار، كيعطي واحد الشكل اللي هو شويه مرون. هكا كيكون الشكل ديالها كما كتشوفوا، كتعلق هنايا. وغادي ندوز نحط فيها هذاك الشيء اللي كنستعملو يوميا. وبالنسبه لهاد لي طاجير فانا كنستغلها انني نحط فيها كمنظمات اولا شبيكات اللي كاينين فيهم يعني مواد اللي ما كنحتاجوش هكا يوميا، ولا لي ديودورون ولا شي حاجه اللي ما نبغيهاش تبقى يعني في المتناول ديال الوليدات، ف كنضمها على هاد الشكل. هاد الشبيكات بحال هكا دايره في وسط منهم لي برودوي داكشي اللي ما كنحتاجش يوميا. كذلك كنحط فوق منها هاد ال كيقولوا الفانوس ولا المهم ديال هكا ديكوراسيون وصافي، كيعطيها شكل زوين. وكيكون هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. ودابا غادي ندوزو لحاجه اخرى. وبالنسبه لهاد المكان هذا تحت من لافابو اولا الحوض، فصراحه كي كتشوفوا يعني الشكل ديالو هكا ما زوينش، قبل كانت فيه غير هذيك هذا واحد الرجل هكا اللي كتكون يعني بيضه حتى هي بحال الشكل ديال لافابو، فما كانش الشكل ديالها زوين صراحه. انا حيدتها واستعنت بواحد هكا بتي موبل ولا واحد البلاكار صغير اللي كنت خديته من ليدل صراحه، زوين بزاف والثمن ديالو يعني ما كانش غالي على ما كنظن، واقيلا واش بين 26 الاورو و 29 في ليدل. بنات بالنسبه للبنات اللي كاينين هنا في ليدل راه كيجيبوهم بزاف، وكل مره كيجيبو فيهم الوان مختلفه، فانا غادي ندوز نجيبو باش نحطو هنايا لتحت وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالو كي داير. هذا هو كيكون تحت من لافابو بهذه الطريقه كما كتشوفوا، فكيتضربوا هذوك التيويات هكا وكلشي يعني داك المنظر الخايب كيتضرب، كتبقى غير هذه البلاصه. فانا غادي نحط فيها واحد هكا منظمات كنت خديتهم من ايكيا باش كنحاول ندرك هاد السيفون هذا اللي بقى عريان. وبالنسبه لهاد البلاكار فانا مستغله كنحط فيه هكا لي برودوي اللي كنشري بزايد كما كتشوفوا، دايره فيه هنايا الشبيكات فيهم لي برودوي اللي عندي زايدين، تمايا دوك الشبيكات الكري حاطه فيهم ليغون ولا الكيوسه ديال الحكان وديال يعني ديال الدوش العادي، وتما لي برودوي اللي كنستعمل يوميا في التنظيف.
وبالنسبه لهذا المكان الفارغ فانا غادي نحط فيه هاد المنظمات هادو كنت خديتهم من ايكيا، ثلاثة كيديروا 9.90 واقيلا ولا 99، فانا مستغلاهم. هنا دايره فيهم القطن ديال الوجه، وهذه دايره فيها لي كوتونتيج، والصغيره دايره فيها لي كوبون لا بلا المقصه ديال الضفران هكا الا بغيتهم كيكونوا يعني قراب. صافي كنحاول انني ندرق بهم على بهذا الشكل هكا كيكون الشكل ديالهم. وهنا غادي ندوز نقاد لي برودوي اللي كنستعملو يوميا. كما ديما كنعتذر الى سمعتوا شي اصوات فاليوم الحد صراحه صعيب نحافظوا على الكلام. البنات بالنسبه للشعر فالصراحه كنستعمل هاد لي برودوي ديال غارنيي فريكتيس، صراحه لا غام ديالتهم واعره بزاف. هذا سوان دي ميلو اولادي ميلور، وهذا ماسك نوفيستون، صراحه هذا خطير بزاف كنستعملو، يعني كيبقى الشعر بالنسبه كاع للبنات اللي عندهم الشعر شويه ناشف فمن مورا الغسيل ما هكا ما كيتشنتفش. وكنستعملو حتى لولدي صغير حيت عنده الشعر بوكلي، كنستعملو له من مورا الغسيل، صراحه كيخلي له شعره زوين ولي بوكل ديالو زوينين. ممكن كذلك تستعملوه يعني كماسك، وممكن كذلك تستعملوه حتى من مورا الدوش، يعني هاكو على الاطراف بلا ما يتغسل، فصراحه هذا زوين بزاف، هذا جربوه. صافي وهكا كما كتشوفوا كيكون الشكل ديالها، عوض اننا نخليوهم هكا يعني مبعترين. وبالنسبه لهاد البلاصه هادي عندي خاويه، وصراحه هنا كاينين فيها اثار ولا دي تراس ديال الحفير، الناس اللي كانوا ساكنين قبل مني كانوا ملصقين شي حاجه هنا وبقاو البلايص يعني ديال الحفير معيبين. ف خديت لها هاد العيبات هادو هكا ديكوراسيون باش ندرك هادوك العيوب اللي كاينين في الحيط ما يبقاوش باينين. كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالهم هكا كيزيدوا. اصلا هاد البلاصه كانت خاويه الصراحه، ما فيها حتى شي حاجه كتبان شويه يعني ما فيهاش هكا يعني منظر جميل، فهما شي حاجه اللي بسيطه. وهكا كتشوفوا اضفت واحد يعني ديكور زوين وصافي. وفي هاد ليطاجيغ هنا انا غادي ندوز نحط فيه دوك لي زاكسيسوار اللي كنت شريت هذاك النهار شاركت معاكم، هادي ديال الصابون ولا ديال فراش الاسنان كنحطهم هنا هكا كيجيو قرابين حتى بالنسبه لولادي. هنايا في هاد ليطاجير الفوقانيه فانا غادي ندير فيها هكا محبقات ديال الزرع الاصطناعي. صراحه كنحاول شحال من مره انني ندير زعما هكا الزرع اللي يكون طبيعي، ولكن في جميع المرات كنفشل في انني نحافظ عليه وكيضيع حيت ما كنعرفش صراحه نعتني به. صافي وهذا غادي يكون الشكل ديال هاد البليصه هادي هنايا حدا الحوض ديال الغسيل. وهنايا كنحط لوليداتي هكا ديستريبيوتور اوتوماتيك، صراحه زوين بزاف، ما يحتاجوش انهم حتى هكا يعفطوا على هذا مثلا ديال الصابون العادي، شي مرات كتجيهم صعيبه، هذا يكفي انهم كيديروا هكا كيخدم بالحجرات وفيه واحد البطونه من التحت، كيفي انهم يديروا هكا يديهم كيهبط لهم يعني الصابون هكا السائل وكيغسلوا به.
وبالنسبة لهذه اللي كتجي مع لونسومبل ديال الحمام، هذه ديال التواليت نورمالمون عزكم الله، مي انا عندي ديجا وحده في التواليت، هذه غادي نحتفظ بها هنا في الحمام الا بغيت نحك لا بينوار ولا غادي نحتفظ بها هنايا. فعلا الناس كما كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الحمام ديالي. فكما شفتوا من الاول يعني كان يعني حمام اللي هو جدا بسيط، وهكا بعض الديكورات وهكا دي مبل اللي هما بساطين قدرت انني نجعل منه بسيط، وفي نفس الوقت يعني هكا حمام انيق. فنبدا معكم يعني من الارض كما كتشوفوا، هادو لي طابي اللي خديت هنايا، هاد البلاصه هذه اللي كان فيها السخان فكما كتشوفوا درت لها هاد الريدو هكا، ما بقاش يعني المنظر ديالها ديال داك السخان هكا كيبان كبير ويعني بلا منظر. صافي هنايا لابينوار، هنايا هاد لي زيتاجير حتى هما حاولت نحط فيهم هكا فيطات و لي برودوي هكا اللي كنستعمل يوميا، وهاد الزاوية ديال المغسلة فكتكون بهاد الشكل. وهنا أعزكم الله لا بوبيل، وهنايا هذا الشبكة ديال الحويجات هكا الحويجات اللي كيكونوا مسخنين أعزكم الله. فكما كتشوفوا يعني حاولت انني نحافظ على نفس الالوان اللي هما اللون الخشبي والابيض، صراحه كيعطي واحد المنظر زوين وانيق في نفس الوقت. ففوالا البنات هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان الفيديو تكونوا انكم استفدتم من الفيديو ان شاء الله وخديتوا افكار بالنسبه هكا للبنات اللي كيقلبوا ويديروا تغييرات هكا في يعني في الحمام ديالهم. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم تهلاو في راسكم وعيدنا ان شاء الله يتجدد في فيديو جاي ان شاء الله بافكار ولا وصفات يعني اللي جديده. وشكرا لكم بزاف على متابعه الفيديو.